رأيك بالأجواء يا آنسة حصة؟ نحن في تاور بريدج. منو؟ بننزل الحين تحت. ممكن نستقل الفيري ليقلنا في رحلة بحرية عبر نهر التايلس. توافقين؟ حلو التوجه. حصة تفوقت كثيرا على حور في هذه الرحلة. شو رأيك حصة بالمكان؟ هذا أحد أجمل الأماكن في لندن. قول حق متابعينكم يلا بسرعة. جرس اوكي صفوا لايك. حلو لندن تاور بريدج حلو هيا هيا. اوه تصير صح ونسينا عنكم. اوكي يلا يلا ها هم جالسين متسمرين. متابعي قناة عزيزينهم نحن في التاور بريدج لندن تاور بريدج. أنا ومحمد هنا في لندن تاور بريدج. أخيرا نزور هذه البقعة اللندنية الصاخبة. كان يستمتع كثيرا بوقته. هي البواخر تنطلق في رحلات نهرية عبر التايمز. فندق جومان. نعم جومان هوتيل. أروع الإطلالات في لندن تاور بريدج. أوفر بوت. هذا الجسر تاريخي جدا. بني قبيل. رحلات اليخوت والعبارات. حصة خطر. شوفي بيك باس حصة. شوفي بيك باس. رحلات البيك باس. محمد بردان بشكل وايد. في كلب وايد كلاب. صح صح. جوار جومان هوتيل. هنا نحن في قلب لندن تاور بريدج. ننتظر حصة وحور. في لندن تاور بريدج. برج شارد. هناك تشاهدون برج شارد وحديقة السماء على مقربة من لندن تاور بريدج. بالإمكان الصعود للأعلى. يوجد بوابة تأخذك بأعلى هذا البرج. طاحت طاحت عنها الكمة أو البحثية كما يسمونها. الجو العاصف يدك ويعصف بحمداني ووالده هنا في قلب لندن تاور بريدج. عاصف. أجواء باردة ساحرة وماحرة مع القوارب واليخوت والعبارات. شاهدوا بسرعات عالية ينطلق هذا البوت الأصفر ليقلهم إلى الكناري وارف وغيرها من الحواري والأزقة المنتشرة بكثافة هنا في لندن تاور بريدج. حصة اليوم يعانى. تبغي تغدى شو؟ لا لا ما تقول. يلا هم يتأكدون. يلا هذه هني كافيه ولا ما عرفت موجود اسفل البرج الحالي. ما عرفته انا بخبركم. حصة مو بهني. تعالي في التاور بريدج. حصة شو تقولي حقهم؟ حصة يعانى اليوم وايد صح؟ بس بقول لكم شيء. العشاء والغداء لازم تذكر اسمهم. النهر هني المطل على لندن تاور بريدج والعبارات واليخوت كما تشاهدون. هذا هو المكان الحصي وهذا النهر الجميل. وحصة وحور يعانقون هامات السحب هنا في لندن تاور بريدج. يطيحون يطيحون يطيحون. يلا خلاص يلا يلا بنروح. ضروري جدا. واحد من أجمل الأماكن في بريطانيا قاطبة. هنا الداونتاون
وأسفل لندن تاور بريدج. نافورة جميلة وبعضا من المحلات. إلى منطقة أخرى في تغطية لندن تاور بريدج. ستاربكس. خلاص قبيل أن نودع هذا المكان لابد من أخذ بعض صور تذكارية. نيم ساعة كنا بالأسفل في منطقة تقدر تمشي تشاهد النهر وتستقل أي بوت. كذلك هني هذه الأجواء والله رهيبة. شو هو البرج هني؟ قاعدين ومستمتعين بالأجواء. شوفوا على اليمين وعلى اليسار ذا إيفي وبرج ذيتر. الزحام شديد على البرج ذيتر. الحديقة الحديقة البسيطة أسفل البريدج. وما أحلى هذه الأجواء. شوفوا هني جالسين مستمتعين. شوفوا البيضانيين الزوار. يا لها من أجواء ساحرة ويا لها من لحظات ماحرة حينما يجلس البريطانيون ليستمتعوا بأجواء العطلة. نعم عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت والجميع يصطف ليستمتع بأجواء التاور بريدج. خلاص نودع التاور بريدج وإلى الأدقوير رود. بنروح الأدقوير رود وبنشوفه الحين بنضحك في الأدقوير.